التعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الاكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد احمد ضوينة. اهلا بكم دكتور الى استوديو الرافدين. مرحبا بكم، مرحبا بالرافدين. حياكم الله. ما الذي قصده نائب رئيس المجلس العسكري الفريق حامتي بانه لا فوضى بعد اليوم؟ حدث في اليومين الماضيين حقيقه نوعا من الفوضى التي هي بداية للفوضى الخلاقة التي يرسم إليها بعض القوى الخارجية والداخلية. حدث اعتداء من بعض من يدعون أنهم من الثوار على بعض المواطنين فرادى وجماعات، على مؤسسات، على أحزاب تجتمع، وأيضا حصل هرج ومرج في بعض المساجد وتنازعات بين الشعب. وهذا الأمر يعني دعا المجلس العسكري أن يعلن أن هنالك فوضى، واجبه كقوة عسكرية كسلطة حاكمة الآن فعليا في الدولة السودانية أن تتصدر هذا المشهد وتعالج هذه الفوضى، وإلا سيكون هناك انزلاق مجتمعي كبير جدا تؤدي إلى تنازعات بين الشعب السوداني لا تؤدي إلى مصلحة السودان وإنما لإفساد وخراب الشعب السوداني. وبالتالي هذا موقف يستوجب ويضطر المجلس العسكري على أن يعالج هذه الظواهر. طبعا ليس قصدا بذلك فضل اعتصام او معاداه المعتصمين، وانما يريد اعتصاما سلميا كما بدا، وبعد ذلك يتم التحاور مع اذا كان الاعتصام الموجود الان في السودان في الخرطوم سلميا، من مصلحه من وجود هذه المجموعات التي تقوم بالتخريب والتي تؤدي الى بيان من المجلس العسكري يعني بلا فوضى؟ هذا الذي يحدث من مصلحة النظام السابق، من مصلحة قوى الشر، من مصلحة محاور تريد فساد الدولة السودانية. ليس في مصلحة الطرفين، طرفي المجلس العسكري ولا قوى التغيير ولا الشعب السوداني الذي يحدث الآن. وهذا يستدعي أن يتسارع الطرفان لإيجاد معالجة فورية عاجلة، وإلا سيفقد الشعب ثقته في الطرفين، وبالتالي يرجع لمعالجات أخرى ويدعو إلى شعارات جديدة تغير المعادلة تماما وتسحب البساط من كل الأطراف، لأن الطرفان ليسا مفوضان تفويضا من الشعب، إنما أخذوا الشرعية من الثورة وهم في وضع انتقالي. وضع انتقالي أي بمعنى ليس يعني شرعي. من المعروف دكتور محمد أن المجلس العسكري اليوم هو الذي يقود البلاد في هذا الوضع الانتقالي، ربما هناك من يقول بأن المجلس العسكري له يد في هذه الفوضى من أجل فض الاعتصامات وأيضا يعني جعل القوى الموجودة في السودان تفقد أقوى ورقة وهي ورقة الاعتصام. المجلس العسكري يقول هذه الفوضى بسبب الثورة، وقوى التغيير تقول هذه الفوضى ربما بدعوة من المجلس العسكري. هذا تنازع غير حميد للطرفين يريدوا أن يحكموا السودان في فترة انتقالية. نعم، ما الحل العادل برأيك الذي يرضي المجلس العسكري والشارع السوداني؟ لا مفر من الحوار بين الطرفين، وأن يتدخل الحكماء من أهل السودان لتقريب وجهات النظر وتقريب الشقة بين الطرفين، يجلسا لتفاوض، يتفقا على الحد الأدنى، تبدأ الدولة بهياكلها، الحكومة التنفيذية والمجلس التشريعي والمجلس السيادي، سواء كان شراكة ليس مهم العدد، لابد أن يكون هناك تنازل ممكنة حتى تبدأ المرحلة الحقيقية، مرحلة إعلان الدستور. هنالك الآن قرارات تتخذ هي من شأن الحكومة، حتى الحوار ينبغي أن تستكمله هياكل الدولة. المجلس التشريعي هو الذي يضع القوانين الانتقالية، يضع إعلان الدستور الانتقالي، طبعا كل هذه القوانين لفترة انتقالية. الدستور الحقيقي يأتي بعد انتخاب الشعب لحزب أو لقوة تحكم السودان في هذه المرحلة. في حال ازدادت وتيرة هذه الفوضى، برأيك هل من الممكن أن تكون هناك مواجهة قريبة بين المجلس العسكري والمتظاهرين الموجودون في الشارع؟ لا نتوقع أي مواجهات، ولكن إذا لم تحل هذه المشكلة نتوقع استمرار الاعتصام، ولكن في ذات الوقت قطاع كبير جدا من القوى السياسية التي يعني تجد تظلما من قوى التغيير بالإقصاء، أو تيارات إسلامية ترى أن قوى التغيير بدأت في أيديولوجية جديدة للدولة السودانية، هؤلاء يناصرون المجلس العسكري ويحرضونه على أن ينفرد بالحكم في هذه الفترة الانتقالية ويكون مجلس وزراء ومجلس تشريعي برؤيته هو من قيادات ليس لها ولا حزبي، ويمضي قدما المجلس العسكري في وضع جدولة زمنية للانتخابات يتجاوز فيها قوى التغيير،
يتجاوز فيها كل القوى السياسية في الساحة السودانية، وإذا وضع الجدول الزمني للانتخابات يعني لا مفر إلا أن ينفض هذا الأمر. يستمر بسلميته دون أن يؤثر على مسيرة الدولة السودانية، وبالتالي يكون الشعب أيضا يطالب في هذه المرحلة إذا خير بين الفوضى والتنازع بين شريكين متشاكسين. نعم، وصلت الفكرة. دكتور محمد أحمد ضوينة الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.